بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بكم أعزائي مشاهدي قناة الأهلي أينما كنتم. عندما تنمو فقاعة الوهم ويغذيها إدمان الكذب. إبراهيم، أهلا بك يا باشمهندس. أهلا بكم أعزائي المشاهدين، وموعد يتجدد معكم ولقاء الاثنين من ملك وكتابة، الحلقة التي تحمل الرقم 669 فيها مضمون مهم جدا، وهذه أبرز عناوينه. مقالي ومقاله فقاعة الوهم مستمرة. الغربال وعادة بلس 90. بعظمة لسانه شخصية البطل وشهادة ابن الرافدين. أسرار الملك فلافيو الرأس الذهبية. وأخيرا مجلتنا من 40 سنة. ده المحتوى يمكن اللي مع حضراتكم، لكن قبل ما ندخل في أولى الفقرات خلينا نطمنكم على أحوال فرقة الأهلي، لأنه الفريق النهاردة كان أجازة، بكرة كمان الفريق أجازة من التدريبات. موسيماني منح اللعيبة أجازة لالتقاط الأنفاس، لكن يمكن كنا على اتصال بالدكتور أحمد أبو عبلة طبيب الفريق نطمن حضراتكم على بعض العناصر المهمة. محمد الشناوي الحمد لله سليم. الحمد لله، كان الناس خافت بس لما وقع ومسك دماغه، ويعني الناس تصورت انه ممكن يكون يعني اصابه شيء، فالحمد لله. طيب الدكتور اكد ان هي النهارده بس لما منزلش التمرين، لانه كان عنده حاله من الوخم شويه نتيجه في كدمات كتيره تعرض لها الشناوي امبارح. فالدكتور احمد ابو عبله قال ان احنا الحمد لله اطمنا ان كل الامور تمام، بكره هيكون ان شاء الله او مع استئناف التدريبات ان شاء الله يوم الاربعاء يكون موجود في التمرين. محمد الشناوي بحاله جيده جدا والحمد لله. كمان محمد هاني كانت عنده كدمه خفيفه في العضله الاماميه لا تعيقه عن العوده للتدريب ان شاء الله. اطمن الجهاز الفني والطبي على حاله كل اللاعبين. يمكن طمنا على علي معلول اللي هو شويه يمكن يلحق ماتش الفيتا كلوب يوم السبت، يا اما هيكون جاهز لمباراه الاسماعيلي في متناول الجهاز الفني ان شاء الله. محمود متولي لسه مطول شويه لانه التحاماته في الكوره هتاخد وقت زي الدكتور ابو عبله ما اكد. فيما عدا ذلك محمد محمود وكريم نيدفيد ان شاء الله تعالى في خلال شهر هيكونوا موجودين في التدريبات، وبقيه العناصر الحمد لله سليمه. يا رب اشفي كل مصاب. محتاجين في الوقت ده تحديدا لكل عناصرنا. الاهلي يعني بيلعب بقاله شهرين بشكل مضغوط غير مسبوق على مستوى العالم. وكل الفرق اللي تعرضت للضغط ده والتنوع في ميدان التنافس تعرضت لمشاكل كتيرة. النادي الأهلي عشان يقدر يكمل محتاج لكل عنصر من عناصره. موسيماني كمان اجتمع مع الجهاز الطبي اطمن منه على حالة كل اللعيبة قبل الدخول في ترتيبات مباراة فيتا كلوب يوم السبت ان شاء الله. وبدأ بعد الراحة ان شاء الله يبدأ تنفيذ برنامج اعداد خاص جدا لمباراة بطل الكونغو مساء السبت في استاد القاهرة ان شاء الله. ان شاء الله المباراة القادمة دي مباراة يعني من اهم الجولات اللي يعني اللي هتكون لها تأثير كبير جدا على مسار ترتيب المجموعة. ده كانت بعض الاخبار السريعه اللي حبينا نطمن حضراتكم من خلالها على حاله اللعيبه. ان شاء الله كلهم يكونوا بحاله جيده جدا، لكن ضربه البدايه كما تعودتم مع مقالي ومقاله فقاعه الوهم مستمره. ايه الموضوع وكانه اصبح يعني فقاعه الوهم، انك خلاص انت عايز تشوف حل لمشاكلك، عايز تشوف حل يقلل من انتصارات المنافس عشان تقدر تتعامل في منظور المنافسة. لو لجأت إلى الواقع المسألة هتبوظ منك، فتخلق واقع آخر افتراضي مبني على الوهم وتصدره لجماهيرك، وده أسهل شيء. يا إما في شكل المؤامرة، يا إما في شكل تحيز الحكام، يا إما في شكل نادي الدولة، يا إما ومع إن إيه بقى اللي ضحكك في الموضوع، انك انت عشان تنمو هذه الفقاعه وتحتوي اكبر عدد من الناس اللي انت بتخاطبهم بتغذيها بمجموعه من
اقول ايه؟ ما هو اللي ما يقولش الحقيقه ما هي اللي عكسها الكذب. امور كلها غير حقيقيه الى درجه بتشفق على اللي بيقولها، لانك بعد شويه بتشوفه وقد صدق ما قاله وعاش ان دي الحقيقه، هو من كتر ما رددها وريحته صدقها، ادمن ان يعيش هذه الحاله، صدقها خلاص تحولت عنده الى حقيقه. اي موضوع حتى التاريخ يقول لك اصل كذا، يقول له يا عم، تقول له لا مش عارف ايه ده، يقول فلان اللي حصل فيه كذا كذا، لا 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 هي كده كده كده. وتجد ان الابواق الاعلاميه المنتشره تردد نفس الكلام. يعني اصبح في منهج، في ثقافه، انكر لقح كلام يتحول بعد كده الى ما يشبه الحقيقه. ولذلك احنا يعني كثيرا ما نقول ايه، طب بلاش نرد دلوقتي، طب بلاش نصعب دلوقتي، بلاش، لكن بيجي لك لحظه مش ممكن، ما بتيجي سيرتك عمال على بطال، بتيجي سيرتك. هو لا يتوقف احد انه يستطرد، انه حتى يبين مظلوميه يا سيدي ناديه، انت حر. انما طول النهار بتصدر ان الاهلي هو المستفيد، في حين ان واقع الامر والارقام والحقائق والتاريخ واللي بيحصل النهارده حتى، هو مين اللي عنده مشاكل ويلقى المسانده من كل الاطراف عشان يعديها؟ الاهلي؟ لا طبعا. طيب اما تيجي تقول لي بقى نادي الدوله، لا الدوله عايزه تقف مع النادي اللي محتاج رعايه عشان يعدي ازمات محدده ويؤدي المهام بتاعته، وبرضه ما عندناش مشكله. مش هنقول اشمعنى، احنا مش هنقول اشمعنى، فليكن. احنا نتمنى ان الخير لكل الانديه، والمنافسه تبقى صحيه، هيلثي، في مناخ صحي، عشان الناس تسعد بكره القدم. كره القدم لا تشع سعاده للكسبان وللخسران. النقد المستمر، تلقيح الكلام، الناس اللي من جواك المختلفه بينها وبين بعض على الاراء، ما تخليكش تفرح باي حاجه. لازم، لو كان عمل كده كان احسن، لو كان عمل كده كان احسن، لو عمل كده كان احسن، ما عملش كده ليه، ما عملش كده ليه، مع انه لو عمل اللي في دماغك هتقول طيب ما عملش كده ليه برضه. لانك انت لما يكون عندك مثلا خط الوسط بتاعك، عندك اربعه من احسن لعيبه خط الوسط في مصر بلا منافس. ايوه. كل ما يلعب اثنين يقول لك الاثنين التانيين فين؟ طب ودي حل ايه ده؟ وده وضع يلعب بثلاثة يقول لك مفيش، لا ده مفيش ده يا جماعة الكلام ده. احنا هنستعرض لماذا اهتزاز عروض الاهلي في الفترة الأخرانية، ليها أسبابها طبعا واضحة جدا. لكن مش عايزين يا جماعة إن احنا ندخل بقى في الفقاعة دي معاهم في الوهم ده. ما يجرجروناش إن احنا نعيش هذا الجو. احنا هنرد على كل الحاجات اللي بتمس الاهلي بمنتهى الموضوعية والحقائق المؤكدة. طيب ده من ناحية، ده من ناحية الـ فقاعة الوهم. طب تعالى للحقيقة بقى عشان تشوفوا، بينما الناس مشغولة ومنشغلة جدا بأوهام كتيرة، تجد الحقيقة بالنسبة للأهلي رقمية. ولما اتكلمنا على حجم الشعبية، ولما اتكلمنا على قياسات الرأي العام اللي بتبين وتثبت بشكل عملي ورقمي حجم شعبيه النادي الاهلي، الناس ما بنخلصش معاها من الكلام. فجاه يطلع اليوتيوب مطلع قائمه باكثر قنوات الانديه الرسميه مشاهده خلال شهر يناير المقبل. انتوا متخيلين انه يعني النادي الاهلي حسب اليوتيوب هو الرقم الرقم الثالث عالميا. ده كلام ما حدش قاله وما حدش جامل بيه النادي الاهلي. لكن الاقي اليوتيوب قناه الاهلي الرسميه، قناه النادي نفسها اللي على اليوتيوب في المركز الثالث عالميا. مين اللي بيسبق الاهلي؟ مانشستر يونايتد كان عنده 27.6 من 10 مليون مشاهد، برشلونه عنده 18.5 مليون. رقم ثلاثة مين؟ عشان جمهور الاهلي يسعد ويفخر بقيمه ناديه وحجم شعبيته العالميه. كانت الفرنس فوتبول عملت قائمه ال 30 نادي على مستوى العالم في الاكثر حصولا على البطولات في التاريخ، كان النادي الاهلي هو النادي الوحيد بره قاره اوروبا وامريكا اللاتينيه اللي اخترق قائمه ال 30، وكان في الترتيب ال 21. اليوتيوب كمان لما يعمل نسب المشاهده للقنوات الرسميه للانديه، يجي النادي الاهلي في المركز الثالث ب 17 مليون واحد من عشرة. مين اللي بعد النادي الاهلي؟ النادي الاهلي في الترتيب ده تفوق على مين؟
الارسنال بعد الاهلي عنده 16.3 مليون، تشيلسي عنده 15.7 مليون، مانشستر سيتي عنده 14.3، ليفربول عنده 13.9 في المركز السابع. ليفربول في المركز السابع عالميا في حجم مشاهده قناته الرسميه، والنادي الاهلي في المركز الثالث، دي اليوتيوب مش احنا. هنلاقي فنربخشة في المركز الثامن عنده 12.8 مليون، اليوفنتوس في التاسع ب 12.5 مليون، وفلامينجو في المركز العاشر ب 11.5 مليون. يسبق الاهلي انديه عريقه وعتيده في حجم مانشستر يونايتد وليفربول والارسنال و انديه كبيره. الشيء اللي يسعدك يا استاذ ابراهيم ان ما من احصاء في اي منحة في البطولات، في الاكثر تتويجا، في الرانكينج اللي هو النظام التراكمي، التصنيف، في القنوات، في المواقع الإلكترونية، في كل الإحصاءات لازم يتردد اسم النادي الأهلي بين الكبار. فأنت ما فيش شك إن ما فيش بقعة في العالم النهاردة ما تعرفش مين النادي الأهلي ده. فده شيء لحد في حد ذاته يعني أهم من كل البطولات، بس هو نابع من البطولات صحيح، لكن أيضا نابع من بطولات أخرى. هي. بطولات إنك تنتصر للقيم، بطولات أن تنتصر للصح والغلط، تشجب الخطأ وتنتصر للصواب، بطولات أن يبقى عندك نهج وسياسة ومؤسسية في العمل. كل ده يعني يخش عندك مدرب ينجح أو يفشل يطلع يشيد، ينجح أو يفشل يطلع يشيد، يخرج من عندك لعيب تتصور أنه هيكون ناقم عليك. احنا بنتكلم على الناس اللي هي يعني الأجانب، بلاش المصريين، لان احنا عايشين حاله من الاستقطاب الغريب. ها، لان تجاره الاهلي، كراهيه الاهلي هذه التجاره المسمومه بتجد رواجا عند البعض. طيب دي قيمه الاهلي وده تاثيره اللي بنحيي عليه بالمناسبه الزملاء في المركز الاعلامي للنادي برئاسه الاستاذ جمال جبر على مجهودهم، لانه مجهودهم طوال يناير. انتوا شفتوا التضافر اللي حصل والتعاون اللي حصل مع بايرن ميونخ والفيديوهات المشتركه والاهتمام المتبادل بين النادي الاهلي ومنصات السوشيال ميديا المختلفه بتاعته مع بايرن ميونخ. ده كان نتيجته هذا التنامي العالمي الكبير اللي انا بهديه لبعض الزملاء ارجوهم اللي غاويين يسالوا السؤال التقليدي، هو مين اكثر شعبيه؟ يا مولانا عندك منصات اعلاميه رقميه، عندك منصات موجوده، عندك احصاءات وعندك مراكز قياسات راي عام موجوده، عندك احصائيات، المساله مش كلام مرسل بين اتنين هيخبطوا بعض ولا وجهات نظر خالص. ما هو الارقام والحقائق مش وجهات نظر إبراهيم، دي ارقام. ما هي بقى، ما انا بقول لك في تجاره في انك تجيب واحد زملكاوي واحد اهلاوي، ونفس الاسئله اللي هي ما يجيبش انك توجه سؤال لان عيب يبقى ما عندكش المعلومه بالظبط. يعني انا ما اسال السؤال ده، ازاي انت بتسال السؤال ده؟ اروح اجيب الاحصاءات من منصات الاعلاميه لكن المختلفه، لكن هو سؤال لايجاد حاله جدليه تستقطب، فده يغلط في ده وده يغلط المكايدة. في ده ويغر صدور الناس. الناس اللي بتحب المكايده تتفرج على الحاجات دي، لكن الناس اللي عايزه تاخد معلومه، عايزه تاخد حقيقه، الناس اللي عايزه تاخد يعني مبدا رياضي يوجهها، مش هتلاقيه في مثل هذا النوع من صحيح من الاعلام يعني. ويحرص الاهلي حتى بمناسبه بايرن ميونخ واتصالاته الخارجيه وتنميه علاقاته مع الانديه العالميه والجهات الكبيره خارجيا على مثل هذه العلاقات. بعد تالق الاهلي وحصوله على البرونزيه في كاس العالم تلقى اكثر من تهنئه من انديه كبيره بره. صحيح يمكن في بعض الانديه في مصر ما هنتش، بس مش ده الموضوع. انما انت بوتراجينيو المدير العلاقات الخارجيه في ريال مدريد اهتم بتهنئه النادي الاهلي باسم نادي ريال مدريد، عشان كده الكابتن محمود الخطيب بالامس بعت برقيه الى مستر بيريز رئيس نادي بايرن ميونخ بيهنيه بسلامه شفائه من فيروس كورونا وبيتمنى له ولناديه موفور السعاده والصحه. هي دي العلاقات الخارجيه بين الانديه والكيانات الكبيره. ده معناه ايه؟ انك متواجد معاه في نفس القعده، في نفس المناخ، في نفس الدايره، بتتبادلوا الحوار، بتتبادلوا التهنئه، بتتبادلوا المعلومات،
يطمن عليك وتطمن عليه، يهنيك وتهنيه. ايوه الكبار مع الكبار يا استاذ ابراهيم. الكبار مع الكبار دي كلمه مهمه جدا، هنطلع منها الفاصل، وبعد الفاصل كلام مهم في الغربان. اهلا بحضراتكم من جديد. شفنا فقاعه الوهم اللي مستمره لدى البعض، وشفنا انشغال الاهلي بعلاقاته الخارجيه ودوره ورسالته المجتمعيه واهتمامه باداء كل المهام اللي بتخدم وطنه وبتخدم شبابه وبتخدم لعيبته. ده كان خلاصه ما في فقاعه الوهم وبيان الحقيقه، لكن المؤكد هناك كلام كثير في الغربال وعاده بلس 90. ايه؟ هنستحمل كده كتير؟ اه مش كتير قوي، لكن انا قلت لك واحنا راجعين الاسبوعين اللي بعد الرجوع ده هيبقوا صعبين جدا علينا. والحقيقه كنت متخاف جدا جدا ان تاتي العثره في المشوار الافريقي. عدينا اول ماتش الحمد لله، ثاني ماتش حصلت. لكن مع توالي المباريات وضغط المباريات والسفر والارهاق وتغيير المناخ وتغيير الجو المنافسه، انت عايش تحت ضغط نفسي وعصبي فظيع. ما عندكش طرف ان اللعيب يضيع فرصه. الناس خايفه على طول، قلقان على طول، وده قلق المتفوق. يعني انت لما تيجي الواحد بيطلع الاول على الثانويه العامه، اكتر واحد تلاقيه خايف من الثانويه العامه هو الشخص ده، لانه مش عايز ينجح، مش عايز ينجح بمجموع كبير، ومش عايز ينجح بمجموع يدخله الكليه اللي عايزها، ده عايز يبقى الاول. وعشان يبقى الاول هو مش عارف المنافس اللي بيتنافس معاه ده بيعمل ايه. فاللي بيلعب على مركز واحد. لذلك انا احسد الناس اللي بتقدر تشجع اكتر من نادي لمجرد انه بيلعب ضدك، فهم دول سعداء ما عندهمش مشكله. بيشجعوا انديه الكره الارضيه، ما عندكش مشكله، بيلعب في كل القارات، ده يخسر ده يسد، ده يخسر ده يسد، كله يخسر، ما تستنى اللي يسد، يبقى الحكام الدوله يعني، ونفضل نعيش هذا الكلام. لكن انت عايش مع جماهيرك على تحدي واحد بس، المكسب ولا شيء غير المكسب، والمركز الاول ولا شيء غير المركز الاول، ويا له من تحدي ويا له من ضغط. كمان في فترات كثيره لا، المكسب والاداء. ما هو استنى، فانت لما تبقى بتتحايل على ظروفك بحلول ما بتديكش احسن حاجه لك، يعني مش اجمل اداء، لكن بتدي لك احسن حاجه توصلك لهدفك في الوقت ده، تقوم تقول لي اللي بيعمل لك كده لا يا حبيبي، اكلتك ناقصها رشه ملح. فحط لها رشه ملح، لازم بسيطه يعني. هو احنا نقعد ننتقد وخلاص، وبعدين في واحد تاني يقول لك لا 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 ده ملحها كتير، هو نفس ليه بقى؟ لان ده الدكتور قال له ما تاكلش بملح. فطلع اكلك انت اللي وحش. فانت في الاخر انت بتتعامل مع تذوق الملايين، مش هيتفقوا على ذوق واحد. لكن انا مدرك ومتفهم، وهم قاعدين يتفرجوا حاجه تشيب. يعني انا هقول لك حاجه، انا بقى ايه وانا بتفرج، عارفني انا شجاع، فبتفرج فما بتفرجش عشان النقطه دي، ما افضلش انط واقعد واصدر احكام مبنيه على قلقي اللحظي. فحسيت كده ان الوقت، لا ده لازم يكون الوقت خلص امبارح في الماتش. فانا بقلب التليفون، لسه ما التلفزيون ده اخر حاجه بعد ما دي مرحله متهوره قوي. فبقلب هنا لقيته يقولوا ايه، ما زال التعادل مستمر في الدقيقه 90. قلت يا دي الخيبه، عايزين بلاص بقى. وانا لسه هقفل لقيت جوه ده الميعاد، ده التوقيت الاهلاوي المعتاد. اجايه فانا افتكرت ان حد بيعلق على الجون الاولاني، ما هو جايه برضه. بص اجايه لعيب صراحه، انا يعني انا شخصيا اللاعب ده عمره ما خذلني، عمري ما كنت واثق فيه الا ولقيته فعلا بالذات جوه الصندوق. يا عمي يعني انا كنت تملي لما بلاقيه على الطرف، اقول يا جماعه الراجل ده خطورته كلها جوه ال 18. يا تحركاته وذكائه. هذا لاعب يعطيك ما تحتاجه في كل مباراه، يكون جاهز
قال لمع، انا بشوفه اهم لاعب دخل النادي الاهلي في السنوات الاخيره، لان بحجم المطلوب منه، بحجم الظروف، وبحجم ان هو ده اتغير جنبه ناس كتير قوي، وراه ناس كتير قوي، وهو ما زال ينتج بالزبط. يعني كان جنبه مؤمن زكريا، وكان وراه عبد الله لحي عبد الله السعيد، لا وكان وراه وقدامه لحي مع عبد الله، ده كان دويتو كويس مع عبد الله، وعبد الله وازارو يعني نوعيه مختلفه صحيح، ويستطيع ان يقدم. وبعدين تريزيجيه عمل دويتات، يعني هو يتاقلم مع اي حد لانه لعيب كوره، لعيب كوره ذكي جدا. ولذلك هل سلمى هذا الاجاييه ابو خالد اللي الناس عماله تتغزل فيه، سلمى من انتقاد عشاق الاهلي وقسوه قلوبهم؟ ده في مراحل كتيره لازم يمشوا، وما منوش لازمه و و و و ما هو مفيش لعيب، ما هو ايمن اشرف كده ولعيبه كتير، ده هاني في كاس العالم اول ماتش مشوه. ده انت لينا واحد صاحبنا مشترك هقول لك اسمه عشان نعمل له كمين، نعزمه كده على عشان نقول له انت وحشنا، وننزل فيه ضرب انا وانت عشان محمد هاني، عشان كل حاجه. كل ما يتفرج على ماتش لازم يديني ثلاث اربع رسائل اوريهم لك، كلهم يصدروا لك سواد الدنيا. ما بيشوفش الا البلاك على طول، بقول له بلاش الطريقه دي، مفيش فايده. ورصين انت هتعرفه، رصين العباره كده ويكتب بفزلكه، واخد بالك؟ فتصدقه. ما علينا، يعني عايز اقول ايه؟ ان النادي الاهلي طبيعي اللي بيتعرض ليه في ظروف مش طبيعيه. زائد طبعا في غيابات متتاليه بتخليك تغير، والناس تقعد تقول لك ايه؟ فين علي معلول؟ ما هو طلع انه مصاب. ايوه الله، ما هو ده اللي انا بقوله له. المدرب هو اللي شايف اللعيب في التمرين، عارف حالته يلعب ولا ما يلعبش، ويلعب ليه، ويبتدي ازاي، ويعمل ازاي. مش معنى كده ان انا بقول لك ان موسيماني او فايلر، هو فايلر قبل ما يمشي كان بيتقال عليه ايه؟ كفايه عليه كده، وزهقنا ده كشف اهو. دلوقتي مش شايفين له غير الحاجه الحلوه. صحيح. النهارده الناس عماله تتباكى على ازارو، وانا وانت فاكر كنت اقول لك ازارو ده هنندم عليه. لانه لعيب اللي يوصل لي كل دقيقه للجون، ده اللي انا عايزه. طيب ببلاس 90 الاهلي بيواصل زحفه نحو المقدمه ونحو الصداره اللي هي مكانه الطبيعي. الاهلي عنده اربع مباريات مؤجله ان شاء الله تعالى في الدوري، يكسبهم يعتلي القمه. الزمالك والاسماعيلي وانبي وسموحه. الاربع مباريات دول المؤجلين للاهلي أربع في جدول المسابقه، اربع مباريات، مباريات قويه بجد. نار هي الدوري، لكن الفوز فيها ان شاء الله يحمي الصداره للاهلي اللي رفع رصيده بعد بلس 90 اللي في الطلايع ل 24 نقطه من 10 مباريات بس، فاز في 7 وتعادل 3، وطلائع الجيش رصيده وقف عند 12 نقطة. لكن بعد بلس 90 وبعد هذا الفوز القاتل للأهلي امبارح اللي ترجم حقيقة معدن لعيبة الأهلي وروح الفانيلا الحمراء اللي دايما وأبدا مزيد من الضغط، مزيد من التركيز، بتقدر تحقق أهدافها حتى لو بعد الحكم ما بيحط الصفارة في بقه يا دوب هيصفر تلاقي الجون جه. كمان فاروق جعفر بيقول لك ما بصدقش، قال لك الا لما اروح، لا ده قال لك اروح اسمعها في نشره 9. فهو معنى كده ان ده تراث، ده ثقافه، ده موروث. وما بيجيش بالصدفه استاذ ابراهيم، انت لما تشوف الخمس دقايق اللي قبل الجون ده في ارهاص بقى، اما بتفرج بقى بعد كده وانا مرتاح، لا بشوف الفوق قبليها ال10 دقايق الاخرانيين في ثلاث فرص على الاقل. طيب نشوف دلوقتي منشطات الصحف بعد الاهلي في بلس 90 مع طلايع الجيش. الاخبار قالت الاهلي يهزم الطلائع في الوقت الضائع. اجاييه يخفف الضغط عن موسيماني وعلامات استفهام على الهجوم. المسا قالت الاهلي باجاييه يعيني عليه. وقالت كمان اهداف الاهلي دايما مثيره في الثواني الاخيره. ده كله افيات كلها سجع. اجاييه يهز شباك الطلائع في الدقيقه 91 ويقود فريقه لفوز غال 2-1. الاهرام المسائي الاهلي بلس 90 يعود، فاز على الطلائع بثنائيه جونيور اجاييه في الدوري. وقالت كمان سحر اجاييه قاد الاحمر لفوز قاتل وانقذ الشياطين الحمر من الارتباط المحلي. سمير يبادر وشناوي ينقذ البطل وبسيوني احرج بيتسو. كمان اليوم السابع الاهلي يعبر عقبه الطلائع بهدفين للمتالق اجاييه ويرتقي لوصافه الدوري. موقع يلا كوره
قفاز الشناوي وابداع اجاييه يحولان تاخر الاهلي للانتصار بلس 90 على الطلائع. وموقع في الجول قال بثنائيه اجاييه الاهلي يهزم طلائع الجيش في بلس 90. الحقيقه اذا كان اجاييه بهذا التفوق الهائل جدا، اجاييه بالمناسبه المهندس عدلي اشار الى انه لعب مع ناس كتيره في الاهلي. اجاييه لعب لغايه دلوقتي بالمباراه الاخيره دي 149 مباراه مع الاهلي. سجل فيهم 41 هدف يا باشمهندس، رفع رصيده من الاهداف في الدوري فقط الى 30 هدف، تخطى كاسونجو صاحب ال 28 هدف. اجاييه يسجل اول اهدافه في الدوري هذا الموسم، يرفع عدد اللاعبين اللي سجلوا اهداف للاهلي في الدوري السنه دي الى 10 لعيبه. هو يعني واحد من ضمن 10 سجلوا للاهلي. ايوه. لكن 149 مباراه في 41 هدف. ده جونيور اجاييه. الشناوي قفاز الشناوي اللي لقى تقريبا كل ثلاث مباريات جون. لانه كمان عنده فترات كتيره اصيب وعاد فيها اتاخر فيها كتير، ولما بيرجع سواء يتوظف كطرف او الأسيست. يتوظف في نص الملعب غير الاسيست، غير الاسيست ده هو بالنسبه له. الاسيست هتلاقيه يكاد يقترب من هذا الرقم. الشناوي اجمالي المحاولات كانت عليه امبارح 6 محاولات، تصدى الخمسه، تصدى لتسديدات 3 وتصديات لانفرادات مرتين، وسكن شباكه هدف وحيد. لكن زي ما بقول لكم، ما هو باستمرار لعيبه النادي الاهلي اول ما تتالق يبدا الكلام. امبارح في المؤتمر الصحفي حد حريص جدا في الجزئيه اللي اشار اليها المهندس عدلي، هو فين اليو ديانج؟ الاهلي عنده مش 4 لعيبه، ده ممكن يبقوا 5 6 هاف ديفندرز مميزين. بنتكلم على ديانج، بنتكلم على عمرو السوليه، بنتكلم على حمدي فتحي، بنتكلم على اكرم توفيق، دول الاربعه المتاحين حاليا. محمد محمود ان شاء الله يرجع ويبقى كويس، لكن انت بتتكلم وكريم ندفد، فانت عندك 4 جاهزين وما شاء الله كلهم كل واحد احسن من الثاني. نمسك الخشب. الراجل قال له طيب انت عايز اليو ديانج، طب ايه رايك في السوليه؟ يقول له هايل. طب حمدي فتحي كويس، طب وبعدين؟ يعني فالناس لقت مخرج لعمرو السوليه لاليو ديانج انه يسافر بره. بقى الزن دلوقتي انه اليو ديانج عروض احتراف. كل ما تقلب يا استاذ ابراهيم بالصدفه اتفرج على الاستاذ ابراهيم عبد الجواد اظن نفسه وراهن ان هذا اللاعب، شوف بقى الكلام اللي تخن الودان. هذا اللاعب انا ما بقولش ان دي نيته اللي بيقول كده، بس ده الكلام اللي لما تصدقه انت كلاعب تبتدي دماغك تتلخبط. ده فوق مستوى الدوري المحلي بتاعك. لن يكمل مع النادي الاهلي ولا في الدوري المصري، وخساره يقعد في الدوري المصري. ده مصيره في الدوري الاوروبي. هجيبه لك. لكن كمان مش ابراهيم عبد الجواد بس، لانه حتى الصحف الاقي المصري اليوم عرض اسباني يجدد رغبه ديانج في الرحيل. لجنه التخطيط بالاهلي توصي بمنح فرصة لشريف وماهر وتتحفظ على عدم ثبات التشكيل. وهنا عايزين نقول حاجة، لأنه الكلام بيتفهم غلط. وأنتوا فاهمين إنه لجنة التخطيط والكابتن محمود الخطيب لما يقعدوا مع المدير الفني أيا كان مين هو المدير الفني، هيكلموه على ثبات التشكيل وعدم ثبات التشكيل، ولعب فلان وما تلعبش علان، وفين شريف وفين ناصر ماهر. الكلام ده يا جماعة تفاصيل ملهاش علاقة بأداء لجنة الكورة أو لجنة التخطيط. دي حريه مطلقه للمدير الفني، لكن لما يقعد معاه كابتن محمود الخطيب ولجنه التخطيط يشوفوا ايه اللي بيواجهه من اي مشاكل عشان تتحل، ايه فرصته او ايه ترتيباته ومستقبل الفريق عشان يبداوا يخططوا لها، ايه احتياجاته للمرحله الجايه عشان تبدا تلبيها له، عنده بطوله افريقيا مع البطوله المحليه في هذه المواعيد، ايه احتياجاته؟ انت بتحط معاه افكار وبتسهل له كل مهام عمله، لكن مش زي ما المصري اليوم انه لجنه التخطيط تقول له لاعب شريف ولاعب ماهر وفين ثبات التشكيل. لا لا، ما مش هيحصل الكلام كده. هو وهو كمان لو تطوع بهذا الكلام ممكن حد يسمع له، يعني من باب انه بيناقش افكاره، انما ما حدش هيحاسبه. طبعا هو انت ما بتحاسبوش الا على التارجت. انت كذا كذا كذا، الا لو في جت شكوى فيه هو ويطالب انه يرد عليها. وانا كنت بحضر بانتظام ايام كل المديرين الفنيين، ما شفتش المشهد اللي انت بتقوله التفاصيل. الجمهوريه كمان قالت ديانج مطلوب في اسبانيا، سياسه التدوير في الاهلي بسبب الاصابات. خد موقع كوره هو الاخر سؤال بشان ديانج يغضب موسيماني، وبدات الاشاره
إلى ما حدث في المؤتمر الصحفي في بشأن ده أليو ديانج، وكأنه زي ما لسه المهندس عادل بيقول ما إن يتألق أي لاعب ويبرز حتى تبدأ بسرعة تدور له على عروض احتراف. يطلع الكابتن أمير توفيق معانا قبل كده ويقول يا جماعة ما عندناش أي عروض لأي حد، الفريق بينشد الاستقرار، الناس تصمم. ويتحدث الزميل إبراهيم عبد الجواد في أون تايم سبورتس، نسمعه. اسباني بيجدد رغبه ديانج في الرحيل. ديانج انا بقول لحضراتكم مش هيكون موجود مع النادي الاهلي السنه اللي جايه، ودي حاجه طبيعيه ومنطقيه. ديانج كورته ومستواه وامكانياته الجسمانيه والفنيه اعلى من الدوري المصري صراحه، وطبيعي جدا ان الراجل هيبقى عايز يبص لمساحه افضل من التطور وانه يلعب في احدى الانديه الاوروبيه، وده حقه تماما. وحسنا فعلت إدارة الكرة بالنادي الأهلي وإدارة التسويق لما مددت عقد ديانج. هم أذكياء، هم عارفين إن ديانج فرصه في الاحتراف الخارجي كبيرة، وبالتالي لما أنا همدد عقد ديانج أنا بدي لنفسي المساحة والفرصة إن أنا أعرف أبيعه وأستفيد منه. استفدت منه على المستوى الفني، شارك معايا في تحقيق الدوري، شارك معايا في تحقيق بطولة أفريقيا، شارك معايا في تحقيق الكاس، مشارك معايا دلوقتي وهيلعب معايا الموسم ده كله، والسنة الجاية أكون استفدت كمان منه على المستوى المادي. ففعلا دي تحية واجبة لإدارة الكرة بالنادي الأهلي، لأنه ديانج أنا بقول لكم بنسبة 95% السنة الجاية إذا ربنا ادانا العمر مش هيكون موجود في صفوف النادي الأهلي، هيرحل لأحدى الأندية الأوروبية، وساعتها النادي الأهلي هيكون استفاد من الشقين، الشق الفني في المواسم اللي قضاها اللاعب مع النادي، وفي الشق المادي اللي هيستفيد بالتأكيد منه النادي الأهلي لما يبيع ديانج بمقابل مادي كبير، ساعتها كمان يقدر يستفيد ويستخدم المقابل المادي ده ويعوض بيه ديانج عن طريق أي لاعب تاني سواء أفريقي أو لاعب داخل مصر. الكلام اللي بيقوله الأستاذ إبراهيم وأنا بيعجبني يعني هدوءه، ها، لكن بختلف معاه في حاجة مهمة جدا، مش حاجة مش بختلف، بالعكس أنا فيدي عايز أتفق معاه. معنى كلامه وإن ديانج ده حاجة فوق مستوى الدوري المحلي، إذن هو أهم لعيب محترف على الساحة الكرويه المصريه، يسبق بقى كل الاناكوندات والاباتشيات والكلام اللي هو والموسيقار والعازف يعني هل انت شايف وانت بتنادي ببقاء فرجاني ان 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 فرجاني يعني ما ينفعش يلعب بره وبن شرقي وبن شرقي انت شايف ان ديانج يسبق كل هؤلاء؟ كتر خيرك. بس ديانج لو كان بيفكر بالطريقه دي ده مجدد من شهرين، والنادي الاهلي لو كان بيفكر بالطريقه دي ما هو كان لسه في عقده وقت يسمح بتسويقه. لكن كتر خيرك انك ده، نشكرك على انك انت يعني دي وجهه نظرك في لعيبه النادي الاهلي، ويعني هقول لك ايه، المهم ان ديانج يؤدي بنفس الاخلاص ونفس الحماس ونفس النجاح اذا كان عايز في يوم ما يعني الكلام ده يتحقق. انا بس اختلافي في جزئيه مهنيه شويه، انه دايما يتقال عروض وانديه اسبانيه طالب، والحلقه اللي فاتت كان جلاطا سراي هو اللي طالب أليو ديانج، بلاش جلاطا سراي نحاول نروح اسبانيا. وانا لما بتكلم على النيوز على الاخبار المفترض انه في حاجه حقيقيه حصلت. ده جلاطا سراي نفى. جلاطا سراي نفى، ولما يتقال نادي اسباني ما تسمعش اسم نادي، تلاقيها مبهمه كده، ثم تكتشف انه مجرد سمسار بيتحدث لبعض المواقع عايز يسوق حاجه او عايز يهز لعيب او عايز يصدر مشكله لنادي، ايا كانت الدوافع والاسباب مش اللي عند ابراهيم عبد الجواد او غيره، في المناخ الرياضي نفسه احنا امتى نتعامل مع الكلام الرغي والهبد على انها اخبار؟ الاخبار هي الاخبار الحقيقيه، ولذلك حتى في الصياغه الجاده بره يتقال ان النادي الفلاني مهتم او بيتابع او بيفكر، يعني في مراحل سابقه كتيره جدا تخليها المساله لسه ما تحولتش لا العرض ولا الخطف ولا الصفقه ولا الكلام اللي بيتم القفز عليه دلوقتي بهدف ان انت تصور المساله ان الفريق على المستوى العالمي. هو محمد صلاح بيحصل معاه ايه؟ طول النهار اخبار من النوع ده، ولدرجة سمموا العلاقة على السوشيال ميديا وعلى الوسائل الإعلامية بينه وبين يورجن كلوب، فيطلع يورجن كلوب بيقول لك لاعب رائع أتمنى استمراره للأبد
في ليفربول. فهي بس ارجوكم مزيد من الدقه شويه في التعامل مع مثل هذه الشائعات، لانها شائعات سخيفه بيبقى هدفها هز استقرار او تشتيت تفكير لاعب او تسليك مصلحه لبعض السماسره، عشان نقدر نقول طبعا كتير من الزملاء جادين ومحترمين، لكنه فكره انك انت باستمرار واخد من صفحات او من مواقع غير جاده في ادائها، دي مساله بتخلق راي عام مش مظبوط. ده كان اخر حاجه عن اليو ديانج في الغربال. هنطلع لفاصل، لكن بعد الفاصل في ناس هتتمسك من عظمه لسانها. اهلا بحضراتكم من جديد. باشمهندس، انت كان الكلام اللي فات كله فكرك بمقوله لبرنارد شو كويسه. طبعا هو الكلام ما يفرقش كتير عن بعضه وينفع لكل زمن. برنارد شو ده فيلسوف انجليزي ساخر يعتبر الاهم. ايوه. وهو يعني كتاباته لاذعه وساخره فبترشق في الدماغ. بيقول لك ايه؟ إذا قرأ الغبي الكثير من الكتب الغبية سيتحول إلى غبي مزعج جدا. أوه. لأنه سيصبح واثق من نفسه. أيوة. وهنا تكمن الكارثة، إنه يصدق نفسه. بالظبط. هو ما بيقراش غير اللي يريحه. بقى غبي منه فيه. لا، بقى بيقرا اللي يدعم فكرته. أيوة. مش اللي يعلمه. فأنت لما تبتدي بالكذبة الصغيرة اللي هي تخش في فقاعة الوهم تلاقيها رايحتك وتلاقي لها صدى والناس بتتفاعل معاها، تبتدي انت تصدقها، اوب تبقى جزء من ثقافتك. وهي ما حصلتش وهي مش كده. فتاخدك لسكك تانية. أيوة. شديده الجدل على غير اساس. ويبقى المجتمع هو المتضرر. أيوة. من الحاله الجدليه. هو وصفها بالغبيه، انا بوصفها بانها يعني مش عايز اقول لفظ برضه اقعد اشرحه كتير، انما جدليه. جدل بلا هدف غير ان لا هي كده يا عم، لا ده انا لا يا حبيبي انت كده. مره واحد قابلني زمان. حضرتك فلان؟ والله العظيم زي ما بقول لك. قلت له لا حضرتك انا اسف، الظاهر يبدو في تشابه. قال لي لا ازاي بقى انت فلان؟ قلت له خلاص مش عارف ارده على ايه. قال لي فلان واتقابلنا. قلت له خلاص يا سيدي انا فلان. اللي هو مش انت خالص. مش انا طبعا. انما هو متاكد انه شافني واتكلم معايا ويعرفني. وانا فلان. واحد تاني. طب هتقول له ايه ده؟ خلاص انا فلان. فصدقت ان انت فلان. وممكن بقى ينبسط مني يزعل مني لان انا فلان اللي وانكرت نفسك. بس المهم ان والله هذا حصل يا ابراهيم. المهم انت ما تكونش صدقت ان انت فلان. بعد شويه هو لو كمل معايا وقعد يفكرني. الله، ده اكون فعلا لكون انا مش انا. هي ده للاسف، هي دي فقاعه الوهم. هو ده برنارد شو. ده برنارد شو. طيب، شفنا كل اللي حاصل ما بين الفقاعه وما بين الغربال، لكن دلوقتي جه ميعادكم مع بعضمة لسانه، شخصية البطل وشهادة ابن الرافدين. ابن الرافدين هتشوفوه حد ما شاء الله عليه، لكن كمان شهادة البطل هو ده اللي بيحصل في وقت الأزمة أو وقت الضغط والموقف الصعب اللي تعرض له فريق النادي الأهلي، تبدأ الناس تتكلم على شخصية الأهلي، منهم الزميل سيف زاهر امبارح بعد المباراة، نسمعه. دايما شخصية البطل اما يخسر يفوق، واما يخسر يقوم، واما يخسر يكسب، ومفيش حد ما بيخسرش، ومفيش حد ما بيتعادلش، ولكن التقييم الزائد عن حده، يعني فجأة أفضل أتكلم إن موسيماني مدير فني كبير، موسيماني مدير فني كبير، موسيماني مدير فني كبير، كابتن محمود الخطيب في اختيار الموسيماني كان قرار حكيم جدا، ده اللي إحنا بنقوله أو ده اللي أنا بقوله بقالي شهور، الحقيقة مقتنع بيه ومؤمن بيه تماما، نختلف نتفق مع البعض مش مشكلة. موسيماني يخسر مباراة تقوم الدنيا وما تقعدش، يختلف الحديث 180 درجة. هو كابتن الخطيب جاب موسيماني منين؟ موسيماني يتحمل المسؤولية؟ موسيماني ما عندوش رؤية؟ موسيماني 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 11 لعيب أخذوا بطولات كتير، تألقوا كتير، ما كانش يومهم فخسروا. مش معنى كده إن دي نهاية العالم، مش معنى كده إن اللعيبة لا تصلح، مش معنى كده إن موسيماني لا يصلح. الحقيقة
عمر ما التقييم بيجي كده ابدا 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 ابدا. لعيبه النادي الاهلي عملوا ماتش خارج نطاق الخدمه، ما كانش يومهم، وده وضع طبيعي جدا جدا في كره القدم. موسيماني في المباراه دي كان غير موفق، ارى المباراه غلط، واللعيبه كمان ما ساعدتوش، وانتهت المباراه 90 دقيقه ونقطه ومن اول السطر. ده سواء بتحب الاهلي او بتكرهه، مفيش فرقه بتفضل تكسب على طول، حتى الفرق الكبيره ريال مدريد وبرشلونه والبايرن وليفربول، اي فرقه ليها مطب واثنين وثلاثه في الموسم، وضع طبيعي تقف عند المطب وتشوف ايه السلبيات وتحط ايدك عليها وتبتدي تصلح، مليون في الميه صح. اهد وابتدي الكلام يتحول 180 درجه، ده مش في محله تماما. شوف الكابتن سيف لمس نقطة مهمة جدا، وده اللي أنا كنت بقوله، يا جماعة أنتوا ما تحولوش الناس إلى هالات من القداسة، بحيث إن أنتوا لما تكتشف إنهم بشر ممكن يوفقوا أو ما يوفقوش يبقوا في أدنى مستوى من النجاح أو في الفشل. ده كلام غير حقيقي وغير منطقي، ولأن ما فيش كده، ما فيش حد لا يخطئ، وما فيش واحد له رصيد من النجاحات يوم ما يعمل حاجه. خلي بالك خطا المباراه، احنا بنتكلم في المباراه يا استاذ ابراهيم وعلى التشكيل، تملي لما تشوف عدم توفيق في الملعب. هو انت ليه متجاهل انك بتلعب فرقه ليها مدرب له فكر، وبتلعب لعيبه عندها دوافع في المباراه دي غير الدوري كله؟ اللي بيلعب قدامك هذه المباراه الرائعه هو بقاله اربع خمس ماتشات لا يقدم هذه المباراه، والا ما كانش بقى في هذا المكان. لكن هو بيستجمع كل قواه وكل تركيزه وكل طموحه وكل رسالاته ان يعملها معاه كده، فطبيعي ان هو بيبقى في قمه التركيز والاستعداد وانت بتقابل هذا الصراع بشكل منتظم مع كل فريق بتقابله، هو بيقابلك في احسن حالاته وفي احسن دوافعه، وانت بتقابله علشان تنتصر عليه، فبتعمل مجهود مضاعف. النهارده موسيماني بدا المباراه، طيب فوجئ بطريقه لعبه معينه، ودي شرحها ارجو انك تكونوا جايبينها لنا، الكابتن ميدو شرحها حلو قوي، وبالعكس هو شاف ان موسيماني لا كان تعامل مع المباراه بذكاء شديد وصحصحه جامده جدا، لانه تعامل مع اسلوب عبد الحميد بسيوني في السيطره على مفاتيح لعب الاهلي، انه حرك الناس بطريقه مختلفه، اربكت التكتيك بتاع طلع الجيش، واستطاع ان تخلق ثغرات وصلا من النادي الاهلي في الشوط الثاني العديد من المرات. فدي طبيعه الامور، مدرب واقف بيلاقي مدرب ثاني، زي نقله الشطرنج. انا بطل شطرنج وانت بطل شطرنج، ممكن يبقى التفوق ليه، بس انت نقلت نقله مش متعودين عليها. فكرت شوي استغرب، وبعدين عملت نقله، طب عملت نقله اتاكل فيها الوزير، انت ضيعت الوزير، بس عشان اكشش الملك بتاعك. ما هو هي الدنيا، خلينا يا جماعه، مفيش حد هيحقق نجاح مطلق على طول، ومفيش حد اثبت وجوده ينهار الى هذا الفشل اللي انتوا احيانا تصدروه، وكره القدم تتحول الى بدل المتعه الى عذاب. ومع هذا التحول من المتعه للعذاب بتغيب عننا حقائق على الارض مهمه جدا. الاهلي كسب، كافح، استحوذ، كان خطر، لكن مع كل ده واجه منافس محترم، وهيواجه منافسين محترمين. ولو الناس فاهمه ان الكوره زي زمان الفوارق كبيره بين الانديه، ده كلام مش موجود، لانك هتلاقي في مباريات كتيره في الدوري فيها هذه المنافسات القريبه والنديه اللي موجوده، في تدوير للعيبه او تدوير للعيبه بين الانديه. امبارح وانت بتتفرج تلاقي فيه كام لاعب كانوا في الاهلي وانتقلوا الى طلائع الجيش، لعيبه عندها نفس الدوافع، عندها الرغبه في اثبات الذات، نفس الثقافه، عندها الرغبه في انها تروح المنتخب، عندها نفس الثقافه، عندها نفس المجهود، عندها عقود، عندها فرص للارتقاء بقدراتها وعقودها، يعني عندهم دوافع كتيره جدا. انت ما بتلعبش لوحدك، مش معقولة ان في هجمة تروح على الفرقة يبقى المدرب فاشل، وكأنه علشان يبقى المدرب ناجح يلغي وجود اي منافس. لا، دي كورة هتتعرض لهجمات، هتيجي فيك اهداف، بس الفكرة زي ما ألان هاريس كان بيقول،
مش مشكله تستقبل هدف، القدره عندك على ان انت تحرز بدل الهدف اتنين وتلاته ايه؟ هو ده. لكن فريق بينافس فريق محترم قوي فنبدا ننكر على الفريق التاني انه كويس، لا هو كويس وانت لازم أن تكون كويس جدا عشان تكسب والا مش هتبقى بطل. انما فكره ان موسيماني لما يتعرض الفريق لاي اختبار في كوره واحده او في هجمه واحده او حتى في مباراه، ما هو موسيماني ده مش ملاك بتاع الكوره، هو زي اي مدرب. هو يورجن كلوب كان افضل مدرب السنه اللي فاتت ومكسر الدنيا مع ليفربول، السنه دي حصل ايه؟ حد يقدر ينكر عليه؟ احنا مشكلتنا في تحليلاتنا وللاسف في بعض البرامج نسف القيمه اللي هو تحليل القيمه نفسه. انت ما بتقولش ان موسيماني غلط في القرار ده، ما بتقولش ان الراجل ده القرار بتاعه ده مش مظبوط، لا يقول لك ده مدرب ما عندوش على فكرة. أنا ده مدرب ضعيف كده. انا ضد برضه كلمه غلط، لا اتفق معاه، في فرق بين غلط ولا اتفق. حتى لانه والنبي يا استاذ ابراهيم بعد ما قراره اتنفذ وثبت انه مش موفق، ما هو انت وهو لو عمل الحل اللي انا بقول له انت غلطت وكنت عملت كذا انا ضامن ان الحل بتاعي هو اللي كان هينجح؟ لا. طيب يبقى لا اتفق، هو جرب فكره وما نجحتش، احنا نجرب الاتفاق وعدم الاتفاق. آه. لكن غلط وما غلطش؟ لا، مفيش حاجه اسمها غلط. هو احنا لعبتنا وهي كلها يعني انت هتيجي تقول لي غلط انه ما لعبش ديانج او غير ديانج ولا حمدي فتحي وطلعه ودعب، اذا كان هم كلهم لعيبه كويسه فين الخطا انك تلعب فلان اللي بيتساوى مع ممكن يكون تدخله بالقرار في توقيت معين اتاخر حبيبي من وجهه نظره، ما هي وجهه نظره، ما طيب انما هو لا اذا والمحلل لازم يكون دي وجهه نظره، عايزين الثقافه دي هنا باسمها ايه؟ لا انت غلطان ولا هو غلطان، عدم اتفاق، انت ترى الحل هنا وهو يرى الحل اللي انا عملته. بعد شويه بيغير، هو مش بيصمم، بيغير وبيصلح. ويبقى الاهلي في حته تانية خالص زي ما قال سيف زاهر. النادي الاهلي ليه سيستم وليه منظومه. ليه النادي الاهلي في منطقه تانية او في حته تانية؟ ليه النادي الاهلي من الانديه الكبيره في افريقيا رقم واحد؟ ليه ثالث عالم الانديه؟ ليه؟ لاسباب كثيره جدا. طريقه وسيستم ادارته، المانيوال اللي معمول لاداره الاهلي هو معمول من سنين. الاهلي في اي ازمه ما عندوش مشاكل. يتنفس بنفس هادي، ياخد القرارات بحكمة، يعالج المواضيع بلا أي مشاكل. يخسر مباراة، الكابتن محمود الخطيب يطلب اجتماع مع موسيماني، مع لجنة التخطيط، مع كابتن سيد عبد الحفيظ لمدة 25 دقيقة، يستدعي اللعيبة من الأجازة علشان يقعد معاهم. كابتن محمود الخطيب عمل جلسة مع موسيماني عشان يصدر مشهد، يقول إن خسارة 3 نقط دي مشكلة قصة بالنسبة للنادي الأهلي، مش قصة في تغييرات ولا في قرارات ولا في خطوات، لا، بس الكابتن محمود الخطيب عايز يقول احنا هنقف نحل المشكلة، احنا هنقف نحل الأزمة. قعد مع موسيماني، إيه مشكلتك؟ الأول إداله مشهد إن الخسارة بالنسبة لنا كحامل لقب وكبطل تمثل لنا مشكلة، ما تمثلناش تغيير، ما تمثلناش تقييم، تمثلنا إن احنا لازم نقعد نشوف إيه الموضوع. موسيماني تفهم القصة، كابتن محمود الخطيب جاب كمان اللعيبة وقال لهم عايز أسمع منكم. والحقيقة لو اتكلمنا على كابتن محمود الخطيب في الإدارة بالنتائج وبالأرقام فهو الفترة اللي فاتت ياخد العلامة الكاملة، لأن الحقيقة أداء أكثر من رائع في الأزمات قبل النجاحات. طيب نقطتين مهمين بالنسبة للأستاذ سيف زاهر في هذا الكلام. هو ابتدى بكلمة هايلة جدا وتلخص أمور كثيرة جدا، وبيقول ليه الاهلي في حته تانية؟ ستوب 10 خطوط. اذا هو يعترف ويقر بان الاهلي في حته تانية، وابتدى يعدد الاسباب لانه ممنهج سياسه وماشي بعمل مؤسسي والحقيقه النقطه الثانيه الذي اقر بها وهو صاحب المقوله ان النجاح في المكاتب، وما كان شايف ان المكتب في النادي الاهلي مش ناجح في وقت ما. هو النهارده بيقول ايه الحقيقه وانت بتقيم الكابتن الخطيب اللي هو مكتب الاهلي الاداري هو ياخد العلامه الكامله. هذا التغير الموضوعي في الفكر مبعثه انه شاف وصدق وادرك وهو كان مدركا ان الاهلي بيتعامل مع الازمات بحكمه، وحكمته مبنيه على ثقافه وعلى سياسه
مش مرتبطة بالأشخاص قوي بقدر ما مرتبطة بشخصية الأهلي وموروثاته. طيب اللي كمان مش مرتبط بالأشخاص قوي، الأرقام والحقائق بالنسبة للأهلي زي ما السيف شايفه، الأهلي في حتة تانية، لأن الأهلي من أول ما رجع من كورونا تقريبا أغسطس السنة اللي فاتت، أغسطس 2020 لغاية امبارح 18 فبراير 2021، هقول لكم بعض الأرقام تعرفوا الأهلي ليه في حتة تانية خالص، والجمهور مش متقبل منه أنه الفوز في مباراة يتأخر شوية. في الفترة دي من أغسطس السنة اللي فاتت لغاية ليلة امبارح، دول 202 يوم. ال 202 يوم دول الأهلي لعب فيهم 41 مباراة. 41 مباراة. تعرفوا هذا الفريق في هذه الفترة خد كم بطولة؟ خدت الدوري، خدت الكاس، خدت بطولة دوري أبطال أفريقيا. أول ما خلصت كاس مصر، عشان الناس اللي بتتكلم على اللعيبة، احنا ما عندناش مكان، احنا عندنا بشر من شحم ولحم، ما في لعيب في الفرقة تقريبا ما تعرضش لإصابة. بس هقول لكم حتى الإصابات دي جت ليه، لأنه لو تعاملنا بهذا المنطق هتلاقي عدد البطولات 6، جاب الأهلي 3 ألقاب ولسه بينافس في لقب، ولسه في بطولتين مؤجلتين اللي هو السوبر المحلي والسوبر الأفريقي. تعرفوا إنه الفاصل بين الموسمين كان كام للعيبة دي؟ كان 8 أيام فقط لا غير. الأهلي خلص الدوري الكاس مصر السنة اللي فاتت في 5 ديسمبر، يلعب أول مباراة في الموسم الجديد 13 ديسمبر، يرجع من بطولة العالم، يعني يخلص دوري أبطال أفريقيا بسرعة يلم الشنط ويسافر كاس العالم للأندية، يرجع من كاس العالم للأندية بعد 5 أيام يبدأ الدوري أبطال أفريقيا الجديد. تقريبا الفاصل بين كل بطولة وبطولة أيام قليلة جدا، ومع هذا يحصد الأهلي كل ما شارك فيه. أعلى بطولة شارك فيها كاس العالم للأندية، طلع المركز الثالث بنفس اللعيبة ونفس الجهاز الفني، اللي الناس بتتضايق ان هم يتأخروا في مباراة او المستوى يقل في مباراة، ومتغافلين تماما ان دول بشر هيتعرضوا مؤكد لكتير من الإجهاد النفسي والعصبي والذهني والبدني كمان. ده اللي انا بقوله. هذا مش معناه ان انا موافق على ان احنا ادائنا يبقى كده. بس فاهم ان ممكن يبقى كده، ان في اسباب، في فاهم ان احيانا هتلاقي هذه الحالة. لا تخليني اقبلها، مش قابلها، لا، لكن مش ساخط وقالب على الناس وعايز اطربق المعبد على اللي فيه، عشان عارف اسبابها. ايوه عارف اسبابها، حاسس باسبابها، متنبئ هتجيلي امتى الحاله دي، ومدرك ان علاجها في الدعم وبس الثقه والمؤازره، وانك انت زي ما بيعمل كده الكابتن خطيب، مشاكلك ايه عشان اساعدك واحلها لك. فده الكلام. وغير كده يا جماعه، يبقى احنا بنحب النادي الاهلي غلط، بنحبه وهو كويس وبنقلب عليه عند الوعكه، ومش ده جمهور الاهلي. وفي نفس الوقت مش كل واحد يتحيز لرايه. انا وانت بنقعد نتكلم في الكوره، بنتفق ونختلف مع بعض اولا، وبعدين نتفق ونختلف مع الاجهزه الفنيه، وعندنا واحنا بنقيم اللعيبه بنختلف ونتفق عليها، طبيعي، هي الكوره جمالها في الحوارات دي. لكن عذابها في انها تتحول الى حاله نفسيه شديده التوتر، شديده الغضب، شديده، ما تعرفش ترضي نفسك، عايش على طول مش مبسوط. هذا مش موافق عليه. وكل ده له اسباب، واسباب موضوعيه كمان هنتكلم عليها بكل الصراحه بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد. شفنا قبل الفاصل المهندس عدلي وهو بيقول لك انا كل الاسباب ديت اتفهمها وابقى عارف اسبابها. الحاله اللي موجوده ديت رايحه وجايه، انا عارف اسبابها ايه. ومش حاببها. مش حاببها ومش موافق عليها. ولا انا موافق عليها ولا هو موافق عليها، بس دي ده واقع موجود، وواقع موجود على فكره له اسباب علميه. ولو هرجعكم سنه لورا، يمكن الشباب الصغير ما ياخدش باله ان احنا في 2006 جايين من كاس العالم مكسرين الدنيا والفريق على احسن حاله،
لكن الضغط النفسي والعبء الذهني والاجهاد اللي موجود يخليك تلعب ماتش الاسماعيلي مع مانويل جوزيه تخسر 3 في القاهره. ده تاثير الضغط العصبي لفترات طويله جدا. اول مباراه بعد العودة. ودي حاله الحياه اتكلمنا فيها قبل كده، والمهندس عدي كان قال يا ريت نسمع راي علمي مهم لتاثير الضغط النفسي والحمل الذهني الزياده على اللعيبه وادائهم ونتائجهم. هل بالفعل الضغط النفسي والعصبي له تاثير على الاداء الرياضي ولا لا؟ دي مساله علميا مهمه جدا. عشان كده كان من المهم يكون معنا على الهاتف علامه رياضيه علميه كبيره، الدكتور فاروق عبد الوهاب، استاذ فيسيولوجيا الرياضه وواحد من اصحاب الباع الطويله في كره القدم علميا. دكتور فاروق اهلا بحضرتك. اهلا بيك حبيبي، ازي احوالك؟ تحياتي وتحيات المهندس عدلي القيعي. حبيبي عدلي باشا. ازيك يا دكتور، وحشنا. ازيك حبيبي؟ ايام جريت يا دكتور. اه والله. شوف انت كنت في امريكا، انا فاكر اكنها امبارح يعني. يلا الزمن بيفر. دكتور احنا بنناقش في ظل ضغط المباريات وتوالي الارتباطات تاثير الحاله النفسيه والعصبيه والذهنيه على اداء اللعيب. والله يعني الموضوع يعني من اهم الموضوعات اللي على الساحه الرياضيه دلوقتي ومن زمان كمان يعني. وطالبنا بكتير قوي ان احنا يا جماعه لازم الجدول ده يبقى فيه متنفس للرياضيين، لان الراحه زيها واهميتها لا تقل عن التدريب. هي جزء من عمليه التدريب، لان احنا بندي الجسم راحه عشان بيسترد كثير من الحاجات اللي هو اللاعب بيطلعها من سواء من طاقه او من خبطات او ضربات في جسمه لازم تاخد وقت عشان ترجع تاني ويتصلها ريكفري، ما تبقاش سبب في آلام مستمرة بعد ذلك. عملية التلاحق بتاع الدوري، وبعدين الدوري شابك في الدوري اللي بعد منه بتاع ده، كلام مش موجود في أي اتحاد من الاتحادات الرياضية سواء في مصر أو خارج مصر. فطبعا ده ما بيطرعش فيه العنصر الرئيسي في كرة القدم وهو اللاعب. وان راحة اللاعب سواء بعد المباراة، يعني عشان كده مثلا ما بيلعبش ماتشين اثنين ورا بعض في يومين ورا بعض، واخد بالك؟ لازم ياخد فترة راحة. ايضا بعد انتهاء الموسم بيبقى في ضغوط ليست بدنية فقط انما نفسية ايضا. لانه باستمرار كل ما بيلعب مباراة عاوز يفوز. وده بيشكل نوع من الضغط النفسي عليه لما يبقى تكرر باستمرار، وهذاك بيوصل في النهاية في نهاية الزمن اللي بيلعبه في الملاعب بيكون تحطم. والغريب والعجيب ان جميع، وانا بأكد على جميع دي، لاعبينا بعد ما بيعتزلوا لا ما بيقربوش ناحية الرياضة خالص. ولي اصدقاء كثر يعني، واقول لهم يا جماعة ما ينفعش، الجسم لا يختزن لياقة بدنية، لازم تطلع وتتريض، ما فيش فايده، خلاص هو خلص زهر. مهمته وانتهى الامر. فطبعا دي عمليه كلها نفسيه وبدنيه. دكتور فاروق عايز اسالك، وانت استاذ فيسيولوجي اللي هو وظائف الاعضاء، نعم، وتاثير الجانب النفسي اللي انت لمسته، يعني البدني فاهمين انه تلاحم المواسم والمجهود اللي بيبذل بيؤدي الى اصابات وعدم تشافي، مفهومه. لكن الناس مش مدركه، هل حقيقي أن التوترات واختلاف المنافسات والدوافع والضغوط النفسية اللي بيعيشها اللاعب بتؤثر على وظائف جسمه وعضلاته ودرجة تأثره وتعرضه للإصابة ولا لا؟ الإنسان بدن ونفس. البدن بأجهزته المختلفة، والجانب النفسي ده بيعتصر اللاعب في داخله وبيسبب ايضا الى مشاكل فسيولوجيه، لان في افرازات لغدد كثيره، منها على الاقل الغده الكظريه اللي بتطلع هرمون بيعمل التوتر وبيعمل الادرينالين، كل ده بيأثر بيضغط بيهدم في جسم اللاعب مش بيبنيه. وبالتالي لابد ان احنا نخلي بالنا كويس قوي من الجزئيه بتاعه الفترات الراحه البينيه بين المباريات ثم بعد انتهاء الدوري
لابد ان يكون هناك فتره راحه. وبيبتدي من قبل ما يبتدي الدوري اللي بعده بيبتدي حاجه اسمها الراحه الناشطه. بيبقى نشيط لكن ما بيرهقش نفسه ولا بيخش في ضغوط نفسيه ولا حاجه. عشان لما حتى يبتدي الموسم الجديد يبقى مشتاق انه ايه يرجع للكوره حبيبته مره ثانيه. طيب تاثير بقى التوتر النفسي والاجهاد البدني وتلاحم المباريات وتغير دوافع المنافسات وانك تحت ضغط، انك انت دلوقتي كمان في سوشيال ميديا بتخلص على حاجات كتير يعني. تمام. هل كل ده يؤثر على العمل الفني والاداء ودرجه الابداع؟ والله سؤال جميل جدا جدا، لان الانسان مننا المخ ده مش حاجه لوحده، ده جزء من جسمي. وبالتالي اللي بيفرزه الجسم من هرمونات بيؤثر ايضا على المخ وعلى استيعاب اللاعب او للتعليمات اللي بياخدها. انت هتعمل كذا وفي المره اللي جايه هتعمل كذا، في كل حاجه بيعملها في الملعب المدرب بيتدخل فيها قبل المباراه، بعد المباراه هو منه اللاعب. فاللاعب لو ما كانش ذهنه صافي وقدراته النفسيه مرتاحه وعنده شوق لحبيبته اللي هي الكوره، واخد بالك، بيبقى نازل تعبان وحالته محطمه، واخد بالك، وخاصه بقى اذا بداها بهزيمه جا في الفرقه بتاعته جول، هنا كمان اتحطم اكتر، واخد بالك. وبالتالي احنا ما بنبصش للبني ادم، احنا بنبص عليه كاله هتعمل تنفذ. لا، ما هوش اله. الانسان مش اله، الانسان ده كائن حي ربنا مديله قدرات جميله جدا. لابد ان احنا بنروح نتفرج على الماتش ليه؟ عشان نتفرج على قدرات اللاعبين وبيعملوا ايه في الكوره. وبالتالي احنا بنفتقد ده كله، اللاعب بيفتقده، المدرب بيفتقده، الجمهور ايضا بيفتقد. وبالتالي العمليه كلها داخله على بعضها، مش هي سلسله واحده يعني متشابكه. ما يجبش ان احنا نغفل اي حلقه من حلقات هذه السلسله. إذن الرحمة باللعيبة شوية يا دكتور. لابد أن أدامت متراعي والجدول اللي يحطه لابد أن يؤخذ فيه رأي الفنيين اللي بيفهموا في الكورة، مش اللي كانوا بيلعبوا كورة. تفرق طبعا. تفرق. شكرا جزيلا يا دكتور. شكرا حبيبي. شكرا جزيلا دكتور فاروق عبد الوهاب، أستاذ فيسيولوجيا الرياضة. وأنا أعتقد الكلام واضح وصريح جدا. المخ جسم من جزء من جسم الانسان. ما يتعرض له اللعيبه من ضغوط، من تحفيلات، من اساءات، من تشكيك، من حتى الهوجه بتاعت السوشيال ميديا اللي الدكتور فاروق قال عليها، كلها بتخلق مناخ سلبي ضاغط على اللاعب. شوف، نخرج من الكلام ده بايه؟ باختصار، في حاجات في ايدنا وفي حاجات مش في ايدنا. ايوه. اللي مش في ايدنا تلاحم المواسم والجدول المضغوط وتنوع البطولات اللي بنخشها. مش في ايدنا، لانها دربنا اكتر من مره ان احنا ندي الفرق زي عباد الله بره على الاقل شهر اجازه، لان مش قادرين. بس اللي في ايدنا ايه بقى؟ عايز اخلص دي. اللي في ايدنا ان احنا ما نبقاش كمان عنصر ضاغط وعبء نفسي على لعبتنا. ايوه. التقييم الظالم الجائر المستمر على البني ادمين، ايه ده؟ ايه ده؟ ازاي لعيب يقعد شاعر مع كل باصه بيتقيم، مع كل فرصه بيتقيم؟ هذا كلام لو طبقناه على انديه العالم كلها نشوف ليفربول بيحصل فيه ايه دلوقتي، المان يونايتد حصل فيه ايه بقى من مده، ريال مدريد بيحصل فيه ايه دلوقتي، برشلونه بيحصل فيه ايه دلوقتي، اليوفي بيحصل فيه ايه دلوقتي. كل الانديه على مستوى، حتى البايرن رجع ما كسبش الماتشين اللي لعبهم اول ما رجع، خسر واحده وتعادل الثانيه. كل ده يا جماعه خلينا اللي في ايدنا ان احنا ما نزودش الضغط على لعبتنا. طيب، ما دام بنتكلم على ليفربول كنموذج مقارن سريع، ليفربول السنه اللي فاتت زي الاهلي عمل كل حاجه في الكوره وخلق كل البطولات، استمر معاه المدرب، حاله ايه دلوقتي؟ شفتوا ثمن الاجهاد والضغط، انه شيء طبيعي انه يحصل هذا التراجع، محدش بيستمر على مستوى واحد لفترات طويلة جدا، وإلا نبقى ضد طبيعة البشر.
انما الجزئيه اللي اشار اليها الدكتور فاروق ابو هاب، المده الفاصله بين موسم وموسم، حد هيقول لي ما اللعيبه قبل الدوري ما يرجع قعدوا 3 4 شهور فاضيين، ايوه دي حاجه تانية، لكن ما ان بدات المسابقات بالضغط العصبي بتاعها بقيت انت عرضه لهذه الضغوط العصبيه والنفسيه الشديده جدا، لانه لما الاقي الدوري المصري المده اللي فصلت بين الموسم والموسم 8 ايام فقط من اول ما انتهى الموسم لغايه لما بدا قبل منه، الدوري الانجليزي زي حالتنا وقف فتره طويله جدا، انت رجعت في اغسطس هم رجعوا في 21 يونيو يعني قبل منك بشهر وي بس، ومع هذا لما جم يفصلوا بين الموسمين عملوا ايه؟ المده كانت 47 يوم، المده اللي فاصله بين انتهاء الموسم الانجليزي وبدايه الموسم الجديد النص دي 47 يوم العلميه بشكل علمي لا قالوا اصل كانوا عندهم قبل كده اجازه ولا كفايه كده ولا عندنا ارتباطات، نفس بالعكس عدد بطولاتهم اكتر، عدد فرقهم اكتر، الضغط الكبير في المباريات المهمه اشد، ومع هذا احترموا طبيعه البشر، اعتبروا ان دول بني ادمين من حقهم ياخدوا فرصه لالتقاط الانفاس، لكن طق 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 كل 3 ايام مباراه ده كلام من الطبيعي جدا هيؤدي الى اهتزاز مستوى، هيؤدي الى اصابات كتيره جدا، هيؤدي الى مناخ ضغط جدا على اللعيبه. حله ايه؟ حله عند الجمهور، مزيد من الصبر، مزيد من الدعم، مزيد من تفهم مثل هذه الظروف. ونطلع فاصل. اهلا بحضراتكم من جديد. منذ قليل انتهت مباراه الزمالك ووادي دجله بالتعادل 0-0، واهدر الزمالك ضربه جزاء في الدقيقه 87، وكان النهارده كمان بضربه جزاء فاز انبي على الاتحاد 1-0 سجله رامي صبري. الناس كلها بتاخد ضرباتها الا الاهلي. الاهلي ممنوع على ضربات الجزاء. محرم على الاهلي ضربات الجزاء حتى مع الفار. لكن اتساقا مع الكلام اللي كنا بنتكلم فيه قبل الفاصل واهميه المناخ العام. اللعيبه وهي متعرضه لهذه الضغوط وهذا التوتر الشديد وتلاحم المواسم بهذا الشكل القاسي جدا اللي الدكتور فاروق ابو وهاب كراجل استاذ متخصص حذر منه كتير، نلاقي المناخ العام كمان هو ضاغط، بدل ما يكون داعم وبدل ما يهدي من مساله اللعيبه يبدا مزيد من الضغط. كان زمان الضغط بيجي من المدرجات، ولما مانويل جوزيه كان بيلاقي المدرجات معاه كان بيفوق اللعيبه حتى وان حدثت بعض التعثرات، بس كان دايما وابدا الدعم جاي من المدرجات فبيفوق اللعيبه. حاليا اللعيبه محتاجه هذا الدعم من هذا المدرج الافتراضي اللي هي منصات السوشيال ميديا المختلفه بالذات الاهلاويه منها، اللي لازم تاخد بالها ان في اندساسات واضحه، في ناس كتيره جدا بيبدو رايها غير سليم بالنسبه للنادي الاهلي، غير حريص على النادي الاهلي، ويبدا التكسير باستمرار. ممكن يكونوا مش اهلاويه، وممكن جدا تكون عناصر مش اهلاويه، بس كل هدفها ازاي تهز استقرار الفريق، ازاي تفقد اللعيبه ثقتها في المدرب وفي نفسها. ويبقى الكلام مهم من واحد من كباتن النادي الاهلي اللي حظوا بدعم المدرج والان خبير او محلل، كابتن وليد صلاح الدين، نشوف رايه. بص احنا شغالين على السوشيال ميديا دلوقتي ايه؟ موسيماني كسب. أيوة. يا خبر ابيض، ده مانويل جوزيه الثاني. أيوة. وده غلط، مفيش يعني مش بسرعه كده. أيوة. وبعدين ايه؟ خسر. يا خبر ابيض، ده ما عندوش فكره. ده لاسرتي. محمد شريف جاب جول او بواليا تالق مع الجول، يا نهار ابيض. يجي الاهلي. جه الاهلي ما جابش جول، يا نهار ابيض، ده ما يمش. احنا ولا كده صح ولا كده صح. انت قيم ما تراه على الشاشه. انت مقيم اللعيب ده كويس ولا وحش، والمدرب ده كويس ولا وحش. يعني مستر موسيماني مدرب كويس وعنده افكار، وعنده افكار كويسه جدا، وبيلعب اللعيبه كوره وبيدي اللعيبه ثقه. يوم ممكن ما يبقاش كويس، خلاص مش كويس، عادي جدا، عادي جدا، وعادي انك تقول ان هو مش كويس، بس هو مش كويس بس في الماتش ده، مش كويس بقى عن مجمل اعماله، بلاش ظلم يعني. برافو عليك. اللعيبه كده. اللعيبه كده. احنا شغالين وعلشان كده بقدر الامكان، بقدر الامكان اي حد بيتكلم في الكوره يحاول بقدر الامكان ما يتاثرش بالسوشيال ميديا. برافو عليك، ما بقاش مشجع. والا انت هتقعد تقول حسين الشحات حلو، حسين الشحات وحش. انت هتقعد رايح كده، ولا انت عارف تقيم صح سواء مدرب ولا لعيب ولا اداري ولا مدير كوره ولا اي حاجه، وفي الاخر مش هتبقى عندك مسطره. اقول لك انا وليد شايف انه خلاص اللاعب يركز بقى،
لانه قال لك حتى المدرب ما فيش يكسب مباراه. اطلب من بني ادم انه يتصرف بهذه الصلابه والقوه، مش البشر مش زي بعضيهم. وبعدين اللي مش هيتاثر النهارده هيتاثر بكره، يعني اذا كررت انتقاداتك النقد بيديك حاله سلبيه. النقد اللي هو ايه؟ انت مش بتقول له خلي بالك انت دلوقتي مجهودك قل، خلي بالك ده انت بتقول له يعني انت دلوقتي مثلا لعيب نزل جاب لك جولين، ايه ده؟ ايه الجمال ده؟ انت رسمت له صوره ذهنيه يا استاذ ابراهيم، لو جه ماتشين ما جابش جولين لا ده انت اتكشفت بقى على حقيقتك. وما ترجعلوش حاسبه على تصوراتك انت. ما ترجعلوش، مع ان طبيعي انه ممكن يجي له وبعدين يجي له ماتش يعمل هاتريك وبعدين يقعد ماتش، طبيعه الامور. هل هو عنده مهاره التهديف ولا ما عندوش؟ اللعيب في النادي الاهلي وكل الانديه الشعبيه، بس انا هتكلم عن النادي الاهلي، هو عباره عن واحد قاعد في فاترينا مش من حقه يتصرف على مزاجه. لازم كل تصرف يعمله يكون مدروس قوي لان الناس مطلعه عليه. يعني وبتقيمه. لما تيجي التقييم بقى والكلام من بره النادي مفهوم. لكن لما يجي حضرتك وانا قيم زي ما انت عايز، انا مش بحرم الجمهور اللي يقول رايه، بس بلاش قسوه. ما تجيش في المسائل الشخصيه. شوف الجمهور احنا بنتكلم على قطاعات عريضه. صعب جدا تقول الناس تمشي كده او ما ينفعش تمشي كده، لكن هل هذا الراي في منصات السوشيال ميديا المختلفه يبقى لها هذا التاثير المباشر على اللاعب او المدرب؟ راي الكابتن وليد صلاح لا. اللاعب يركز في شغله ويعتقد انه نفس الاشخاص اللي بيهاجموه النهارده حتى واحنا بنقول لهم ارجوكم الرحمه شويه هم اللي هيشيدوا بيه بكره، فياخد الامور بشيء من الاتزان. لكن هل القرار الاداري كمان بيتاثر يعني بهذا السوشيال ميديا ولا لا؟ تيجي تقول لواحد كل سنه انت طيب، دي مالها مالهم النقد؟ يوم يقول له مش عارف ايه، كل يحصل حاجه هنقول لك وبعدين من اللعيب الفلاني بتاعك ده، ما هو يعني دي طريقه في منتهى القسوه. وبيرصدها كمان الناقد الرياضي والصديق العزيز محمود صبري في اون تايم سبورتس، نسمعه. الامور على السوشيال ميديا العاطفه بتحكم، ولغه المشجع ما بتقيمش مشهد. على مدار التاريخ اللي احنا شفناه الاهلي ما بيخش قراراته من المدرجات، الاهلي بياخد قراراته من الترابيزه القاعده موجوده بيقول قراره. وده الكلام ده اتقال من التتش مرورا بكل الرؤساء العظام في تاريخ الاهلي حتى الكابتن محمود الخطيب يعني. طيب موسيماني، انا عاوز في ناس ممكن تفتكر اكيد انت متابع واحمد متابع، عاوز افكركم ان لما جه مانويل في 2001 ما بداش البدايه اللي بداها موسيماني. موسيماني عنده مشروع فني، يعني من خلال انا عملت معاه حوار قعدت معاه مشروع فني، عنده مشروع عاوز يعمله، بس انت عاوز في 5 شهور اعمل لك المشروع. انت لو بتبني عماره بتاخد سنتين صحيح عشان تنفذها صحيح. طيب انت عاوز تنفذ الشغل بتاع الراجل وعاوز تشوفه وتقول عاوز اشوف الكوره بتاع السان داونز، قعد 8 سنين يبني ويعلم ويحفظ وبتاع، وده شغل كبير. انت بتلعب مباراه كل 3 ايام، الاطار متصاعد والضغوط كبيره، انت وانت بتنافس في كام بطوله يعني دوري اطلع كاس العالم وخدنا الهيصه بتاعت بايرن ميونخ ولازم نكسر الدنيا. طيب يا جماعه ده ماتش بايرن ميونخ ده ادانا رساله، المفروض انا يعني اعتقد كده واعتقد انه كابتن محمود الخطيب ولجنه التخطيط لازم ياخدوا من الدرس تحلل الفرق صحيح. تشوف ايه الفروق. الراجل لما تكلمه ويقول لك اي مدرب ممكن يجي يجيب مع الاهلي الدوري ويجيب دوري ابطال افريقيا ويجيب كاس مصر، لكن الاهلي محتاج مدرب يلعبه كوره. يعني لازم يبقى فيه الكوره الموجوده اللي انت بتحبها. طب الكوره دي المدرب هتجيبها ازاي؟ في يومين؟ لا مش في يومين. خلاص هو عنده افكار كتيره هو عنده. انا بكلم بقول لك اهو، فاعتقد انه ايه، انا شايف انه المساله محتاجه هدوء. لازم تحط في اعتبارك انه هو حتى لما جه في ظرف الضرائب القاتل ما حدش كان يتوقع، عشان بس حد يبقى ايه الواحد يبقى كده يقعد يفكر، كانش حد يتوقع انه الاهلي ياخد دوري ابطال افريقيا رغم انه المنافسه الصعبه كانت الناس كلها بعد ما مشي فايده ولا خلاص الدنيا باظت ويجيب مدرب ولسه نجرب، فتفاجئ الناس باداء قوي جدا للفرق قدام الوداد في ايوه في المغرب. ده حقيقه جدا يعني، وتوفيق ربنا كان سابق كل الكلام ده. اذن هو الرجل لديه مشروع وتقييم اللحظه ده شيء محتاج خاطئ. بس محتاج ايه؟ محتاج صبر شويه. طيب الحقيقه الكلام اللي قاله الاستاذ محمود صبري في انه اللي حاصل ده كله مش من فراغ،
حتى سياسة عمل النادي الأهلي قال لك دي مسائل تاريخية. لكن الشيء الرائع بجد انه يكون هذه الثوابت التاريخية مرصودة كويس من بره مصر، في بلاد الرافدين في العراق الشقيق. المحلل والناقد الرياضي الكابتن هيثم عادل في قناة عجمان، حد لما تسمعوه وهو بيتكلم عن النادي الأهلي المصري تفخروا بجد بهذا التواصل اللي عامله النادي الأهلي مع كل الأشقاء العرب. نسمع هيثم عادل. وعندما نتكلم عن المبادئ والقيم يابد أن نستذكر الأهلي المصري. الأهلي المصري هو قمة في هذه المواضيع. شوف النادي الأهلي المصري في عام 1918 عندما قام 6 لاعبين بالفريق بالاستقالة ولو ذراع لوي ذراع الإدارة، ماذا عمل عبد الخالق ثروت باشا اللي كان رئيس النادي في ذلك الفترة؟ قال لهم اذهبوا حيث ما شئتم، اذهبوا احنا ما نريدكم، احنا نادي كبير، الاهلي اكبر من الجميع. كانت هذه اكبر رساله يوجهها عبد الخالق في عام 1928. طيب. عندما قام حسين حجازي بعدم استلام الميداليه وقام بارغام اللاعبين لاعبي الفريق الاهلاوي لانه حصل على المركز الثاني، ماذا عملت الاداره في تلك الفتره؟ ماذا عمر جعفر والي باشا رئيس النادي؟ اوقف حسين حجازي ومنعه حتى من لعب نهائي كاس مصر في تلك البطولة وفاز فيها. المبادئ دائما تنتصر. في عام 85 مسألة جدا مهمة وهي الجوهري عندما قدم استقالته بسبب قضية محمد عباس و16 لاعب أهلاوي تكتل معه الجوهري، لكن الإدارة اللي كان في وقتها حسن حمدي في نعم في تلك الفترة المشرف على الفريق قبل الاستقالة وقال نلعب بفريق الناشئين، ثم عاد الجوهري وقدم اعتذاره ولم توافق الإدارة على قبول اعتذار ال16 لاعب ولعبوا فريق الناشئين في ربع نهائي كاس مصر. فازوا على الزمالك بهذا الفريق 3-2 وفازوا على الترسانة ثم فازوا على الإسماعيلي 1-0 في انه حصلوا على البطولة، وهنا انتصرت المبادئ والقيم. ثم نتكلم عن 93-94 عندما قام حسام حسن في مناوشة مع لاعب المصري ناصر التليس. شو المعلومات ما يتم اليوم؟ لا هذا قيم ومبادئ. طيب. نتكلم عنها عبد الله. ترى شو سوى حسام حسن؟ طرد الحكم اللاعبين، فرمى خلع قميصه ورمى في أرض الملعب حسام حسن وهو كان أسطورة هذا. ماذا قال المايسترو صالح سليم؟ ماذا قال لألين هاريس؟ قال له يا أخي نريد هذا اللاعب، هذا اللاعب مهم، نحن اليوم وضعنا غير جيد في الدوري وهذا اللاعب ينفعنا في الدوري. ماذا قال ناصر سليم؟ قال له نحن نعم سنخسر بطولة ولكن لن نخسر مبادئنا وقيمنا. هذا صالح سليم، هاي مبادئ الأهلي. أنت اليوم الخطيب في مسألة صفقة القرن، الخطيب اليوم امتداد لعبد الخالق ثروت باشا، امتداد لجعفر والي باشا، امتداد لكل رؤساء الهلال الموجودين. طيب. أو عفوا الأهلي الموجودين. الأهلي كيان كبير، حصة في تاريخ النادي الأهلي يا أستاذ إبراهيم. لما ناقد عراقي حافظ هذه التفاصيل المنمنمة الدقيقة عن النادي الأهلي ويتحدث عنه بهذا الشغف وهذا الفخر أدهش الموجودين في الاستوديو، أليس هذا مدعاة للفخر؟ هذا هو ناديك، افخر به بدل ما تقعد طول النهار تدور على حاجة يستغلها الذين لا يحبون الأهلي ضده. هو ده النادي الأهلي، هي دي قيمته، وهو ده تأثيره في محيطه العربي ولدى الأشقاء. دمتم للأهلي دائما، ودام لكم الأهلي بإذن الله تعالى مصدر للفخر والسعادة وبطلا شامخا، وعلى خير نلتقي مساء الخميس القادم إن شاء الله. تصبحوا على خير.